المباراة لعبوا ضد بطل غانا، المباراة ما غاديش تكون سهلة إن شاء الله. احنا يا فريق الأهلي غادي نروحوا باش أننا نحققوا حتى 3 نقاط، لاش خلينا إن شاء الله في الصدارة ونساعدوا إن شاء الله ونفرحوا الجمهور الأهلي إن شاء الله. نقطة من شباب الوزداد فريق ماشي سهل، الحمد لله أننا استطعنا أن نحققوا حتى النقطة بحكم أننا ما لعبناش مدة ديال شهر. إن شاء الله اللاعبين غادي يكونوا في النهار ديالهم وغادي نحققوا المبتغى إن شاء الله في مع الفريق الغاني. بالنسبة لي أنا إن شاء الله التحقت بالمجموعة ولعبت الماتش الأول ديالي، إن شاء الله نعطي الإضافة في المقابلة الماجية إن شاء الله، ونساعدوا ونفرحوا اللاعبين ويفرح الجمهور الأهلاوي. بصراحة حنايا كل ماتش كنتكلم المجموعة ماشي غير الماتش ديال الغاني. ان شاء الله احنا غادي نحققوا المبتغى وغادي نصعدوا ان شاء الله. التعليمات ديال مستر كولر اننا نكونوا يد واحده ونقدموا الاضافه ونساعدوا لبعضينا ونحققوا المبتغى اننا نصعدوا من المجموعه ان شاء الله. كنبغي نشكر الجمهور الاهلي اللي كيساند اللعيبه في السراء والضراء، ان شاء الله اننا غادي نحققوا المبتغى وغادي نفرحهم. وفريق الاهلي فريق كبير معروف افريقيا، ان شاء الله غادي نصعدوا من المجموعه وغادي نمشوا كويسين في البطوله ان شاء الله. بالنسبه للاحلام ديالي زي الاحلام اللاعبين كاملين، انني ان شاء الله نفوز بالدوري ونفوز ببطوله افريقيا والتحق بالمنتخب الوطني ان شاء الله. البطوله ديال افريقيا اي فريق هو نادي الاهلي كيبغي يقدم داك الكل اللي عنده باش انه غادي باش يربح فريق بطل افريقيا. ان شاء الله احنا غادي ندخلوا اننا غادي نعطيو اي فريق القيمه ديالو ونحققوا المبتغى ان شاء الله. وما زي اللي بعضهم بس كيكون شويه الجو والرطوبه اللي كتكون شويه صعب في افريقيا بسبب الطقس بالطقس كيكون شويه صعب. والمطر الجو عندهم مش مفهوم. ان شاء الله نحققوا المبتغى ان شاء الله.